أبدأ معكم الدكتور عبد العزيز قراقي، ما الذي رشح جديا من الجولة الأولى من هذه المشاورات؟ أبرز ما برز يعني بعد هذه الجولة الأولى هو أن كل الأحزاب السياسية التي التقى بها رئيس الحكومة كلها عبرت عن استعدادها المشاركة في الحكومة، وكلها ملأة بتطلعات إلى المستقبل. ولكن بطبيعة الحال هذه الجولة الأولى معروفة، دائما تكون بمثابة جولة جلسة النبض التي يلتقي فيها دائما الرئيس المعين بكافة الأحزاب السياسية من أجل معرفة آرائها ومن أجل معرفة مدى قدرتها وقابليتها على المشاركة في الحكومة. بعد ذلك ستنطلق الجولة الثانية ربما في القريب أيضا في هذا الأسبوع يوم الأربعاء. وهذه الجولة هي التي ستحدد من هم الفرقاء الذين سيقودون الحكومة مع الرئيس، ومن هم الذين سيقررون الذهاب إلى المعارضة. طيب، ولكن يبدو دكتور قراقي أن هناك أحزاب حصلت على عروض. عندما نستمع للسيد نزار بركة قال أنه خلال المجلس الوطني يوم السبت المقبل سيتم مناقشة العرض الذي قدم فعلا. يبدو كذلك حال الاتحاد الاشتراكي، ولكن هل قدم عرض للأسرة والمعاصرة مثلا؟ لا أدري إن كانت هذه العروض التي قدمت أولا يعني عروض تفصيلية، يعني فيها تفصيلات حول الحقائب الحكومية التي سيشغلها يعني كل حزب، أم أن الأمر فقط يعني فيه تعبير عن مجموعة من النوايا التي بطبيعة الحال تحاول وتسعى إلى الانسجام مع نتائج صناديق الاقتراع. وبالتالي بطبيعة الحال هناك أحزاب تعودت على أن قراراتها الحاسمة لابد من أن ترجع إلى القيادات أو إلى الهياكل الحزبية من أجل اتخاذ القرارات الأساسية. ربما قد تكون هناك أيضا بالنسبة لرئاسة الحكومة قد تكون هناك بعض المبادئ الأساسية أو الأولية التي يعني وجهها رئيس الحكومة إلى الأحزاب التي التقى بها على أساس أنها هي التي ستحكم تشكيلة الحكومة وستحكم عدد الوزراء وستتحكم في هيكلة الحكومة بصفة عامة. قد يكون هذا الأمر واردا، ولكن يبدو لي أو مثل ما جرت العادة في السنوات الماضية أن الجولة الثانية هي التي تكون حاسمة، وهي التي فيها يتم معرفة من هو الحزب الذي سيبقى في التشكيلة الحكومية ومن هو الذي سيغادرها. للإشارة فقط، ورد في حديثك سيدتي الحديث عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويبدو لي بأنه يمكن أن أقول بأنه طالما لم تتبدد سحابة الصيف التي كانت بين القيادات قبل الانتخابات فمن الصعب التصور أن يكون الحزب متواجدا في الحكومة.